ده كان اول لقاء مع المدير الفني لنادي العاب دمنهور كابتن محمد عمر مع الزميل متالق عمرو مختار. كابتن هادي النهارده يعني واضح ان تشكيله الاهلي هتعتمد بشكل كبير على موسى ايدان من ناحيه الشمال، تريزيجيه زي ما قال الكابتن طارق يحيى، ولكن هو رجوع قوي بقى النهارده، بيبتدي عماد متعب، بيبتدي جنب عبد الظاهر، اعتقد النهارده ان جريده واضح من اول يوم ان كميته مع عماد ماشيه، عايز يرجعه، هو مش قادر بس هو دايما بيديله الفرصه، دايما بيحسسه ان انا بثق فيك. عبد الظاهر اعتقد بيرجع دلوقتي على مراحل، ولكن عماد عنده حافز خصوصا كمان مع المنتخب، المنتخب بيستعد بخطوات ثابته وفي مشاكل كبيره في المركز ده، وكابتن طاهر كابتن شوقي غريب وجه له اكتر من رساله ان هو مستني. شايف حضرتك الوضع؟ انا شايف عماد متعب عنده فرصه، مش عايز اقول قد تكون الاخيره، لكن فرصه من ذهب في ايده ان هو يكون يلعب في النادي الاهلي بشكل اساسي ويتشاف في منتخب مصر بامكانياته الفنيه العاليه. النهاردة لو أهدر عماد متعب الفرصة دي ممكن ما تجلوش تاني. النهاردة في واقف على الباب اللي يدخل في المكان ده، هتلاقي ناس كتيرة جدا عايزة تدخل في المكان، أو ممكن يقول لك أنا هلعب بفرود واحد وتحتيه. أنا آسف يا كابتن، مع نزلها بس خبر حرس الحدود وسموحة 0 سموحة 2 وإمبي والأسيوطي سبورتس 4-1 2-0 وامبي والاسيوط سبورت 4-0 4-1 لامبي. تمام. والحرس المفروض كان متصدر يعني الحضر الحرس متصدر وسموحه بيعيش يعني حاله بقى برضو تغيير نتيجه مختلفه. نعم. انا بس عايز اكمل لعماد متعب، بنقول ان هو الفرصه لازم يقتنصها عماد متعب ويثبت للجهاز الفني ويثبت لجمهوره ان هو قادر على ان هو يكون رقم واحد في المكان ده. لو اهدر هذه الفرصه عماد متعب قد لا تعود مره اخرى، فبالتالي لازم يكون مركز 100% والجزء البدني لازم يشتغل عليه، بحيث ان هو عماد مش ناقصه موهبه، لكن ممكن الجزء البدني محتاج ان هو يعني يركز فيه شويه. وجوده هو وعبد الظاهر مع بعض انا شايف هيبقى وجود مؤثر جدا. ليه؟ لان الاثنين لعيبه كبار، فتحركاتهم المفروض تكون متوازنه. لما الفيرود بيروح على مثلا العارضه القريبه يبقى الثاني بيروح على العارضه البعيده، بيعرفوا يتصرفوا مع بعض. ساعات الاثنين الفراوده لما بيلعبوا جنب بعض يلخموا بعض، لان هم يعني في بقى عشوائيه في التحركات، اعمارهم السنيه ما عندهمش خبرات فيلخبطوا بعض. فالمدير الفني يقول لك العب بفيرود واحد، لكن عندي اثنين خبراتهم عاليه ممكن ساعتها احطهم هما الاثنين، لان هيعرفوا ان هما يخترقوا بس المساحات. هما اللي بيحلوها كابتن هادي، يعني هو دايما الاثنين راس حربه هما اللي ما بيلعبوش على خط واحد، هو اللي واحد فيهم بينزل محطه، واحد يكمل، واحد يجي من تحت عشان يفضل الثاني، ما يقدروش يلعبوا هما الاثنين جوه الصندوق كده صريح زي ما حضرتك بتقول لك يا بسيف. هما اللي بيحلوها عشان عندهم الخبرات اللي تمكن منهم كده، لكن في اخطاء بيقع فيها المهاجمين لما بيلعبوا اثنين جنب بعض بتبقى كوارث، ان اثنين واثنين ماسكينهم، ادي كده اربعه في منطقه صغيره، ولو ضمم الباك ليفت او الباك رايت يبقى الدنيا زحمه جدا جوه ال 18. النهارده ازاي انا افك المعادله دي في مساحه ضيقه وفي نفس الوقت استغل المساحات اللي ورا الديفنس؟ النهارده انا عايز بس اشيد بلعيب جوه النادي الاهلي الفتره اللي فاتت عمل دور كبير جدا، واتصور ان هو يعني ما بيتسلطش عليه الضوء. هو سعد سمير. حاسس سعد سمير عنده مميزات كبيره جدا، يعني هي واضحه لي بشكل كبير جدا، هو عنده سرعات حضرتك مليون في الميه، يقدر يستخلص الكره من المهاجم من قدامه من قبل ما الكره توصل للمهاجم، ودي نقطه مهمه جدا. في مدافعين يستنوا لغايه ما المهاجم يستلم ويلف ويرقصه، لا سعد سمير عنده الجرأه ان هو بيقطع من قدام المهاجم. وانت كنت كده صح؟ عنده كان اقول لحضرتك كان عنده هادك هو كان اقول لحضرتك كان عنده في جزئيه اخرى ان هو بينزل مع المهاجم في مساحه، ساعات المهاجم بيحب يتحرر من المدافع فبينزل نص الملعب شويه، فسعد عنده الجرأة ان هو ينزل معاه ولما يبقى في مرتده بينه وبين بعض لا سرعته بتساعده. أيوة طبعا. فالنهارده لعيب زي كده لو هو حافظ على التزامه وحافظ على موهبته مع الفريق، اتصور ان هو هيكون مفيد للنادي الاهلي ولمنتخب مصر.
بس لازم الكلام ده في المباريات. سعد بيظهر قوي في المباريات الكبيره. ليه؟ لان يبقى فيه مثلا سرعات في هجوم. لكن المباريات اللي المنافس اقل بكثير من فرقتك هنا بقى اخاف يحصل نوع من الاسترخاء وان احنا الاعلى واحنا كذا واحنا اللي ماسكين الماتش طول الجيم. فما بتيجي هجمه مرتده زي ما حصل في الرجاء بيحصل هنا خلل دفاعي بيبقى غير يعني منضبط. فالنهارده لازم يبقى صاحي جدا سعد سمير وصاحي جدا محمد نجيب في المباريات اللي انا بقول لك عليها. في المباريات عارف المباريات الكبيره دايما المدافع بتبقى اسهل شويه. المدافع اللي عنده موهبه بتبقى اسهل عليه لان المباريات الصغيره بيفضل واقف ورا ممكن ده ممكن يعني خلاص يعني ما فيش حاجه جايه له ما فيش. لكن اما بتيجي هجمه مرتده بيتضح بقى ان هو مركز ولا مش مركز. فالنهارده التوازن اللي هيتلعب بيه في نص الملعب ده مهم جدا. تريزيجيه في نقطه مهمه جدا النهارده. تريزيجيه لو عمل مباراه مش كويسه ده هيبقى نتيجه ان هو ادى ودانه شويه للاعلام الفتره اللي فاتت تمام. ولو عمل مباراه كويسه ده نتيجه ان هو عنده انضباط في تفكيره انضباط نفسي بالظبط. النهارده اصل اللعيب الصغير لما يبقى فيه نسبه تصيت عليه عاليه جدا والاضواء بتتسلط عليه بشكل كويس وهو فعلا بيأدي في الملعب بشكل كويس بس عندنا شويه في الاعلام او الجماهير ممكن إن فيها سعد في عند افراط سعد لا سعد لا حتى في تصاريحه بعد الماتش ما بيطلع لا سعد لان حتى مهما كان الاعلام او الجمهور لما بيتكلم عن المدافع غير ما بيتكلم عن المهاجم. المهاجم بياخد اضواء اكتر شويه فالمدافع ممكن بيطلع عينه شويه بس في الاخر بياخد حاجه بسيطه. فتريزيجيه النهارده هو محك بالنسبه له. النهارده لو لعب بشكل جيد زي المباراه اللي فاتت بشكل يبقى هو شخصيه لعيب ممكن لما هيكبر ان شاء الله نقدر نقول ان ده لعيب فعلا يعني متماسك من الناحيه النفسيه مهما اتكلم عليه كويس او اتكلم عليه وحش ودي مهمه جدا في اللعيب الصغير اللي بيطلع.